كان لك مقال نشر اليوم على موقع الجزيرة مباشر، كان عنوان المقال: هل أخطأت حماس؟ وعلامة استفهام، وسنعرض لهذا المقال بعد قليل، لكن دعنا نستمع إلى الإجابة منك أنت الآن. هل أخطأت حماس، وفي أي شيء أخطأت يعني حتى تفسر لنا هذا الأمر؟ تفضل. هي كانت وجهة نظر من أول يوم المواجهات قبل 10 أيام أو قبل 11 يوم، كانت الأمور واضحة جدا. التفوق اللي عملته حماس أو اللي أبدته حماس أو حتى المفاجأة اللي عملتها حماس مع الجانب الإسرائيلي، أنا رأيت في هذه المفاجأة إنها كانت مفاجأة مش للإسرائيليين بس، كانت مفاجأة لنا وكانت مفاجأة للعالم كله، إن إحنا أمام دولة بالكامل موجودة في الملاجئ، دولة بلا مطارات، دولة بلا مصانع، دولة بلا مدارس، دولة بلا جامعات، دولة بلا سكة حديد، يعني دولة إسرائيل توقفت تماما. فأنا بتصور إن هذا الوضع كان من المهم أن يطول مدى. إسرائيل لم يكن لديها أي ما يمكن أن تفعله سوى مزيد من قصف المنازل، وبالحسابات سواء العسكرية أو المدنية أو أي حسابات أخرى، قصف المنازل وقصف المدنيين هو في النهاية نحن أمام جريمة حرب، لسنا أمام حرب على الإطلاق ولسنا أمام مواجهات على الإطلاق. خسرت إسرائيل خسائر فادحة معنوية ومادية في هذه الحرب أو في هذه المواجهات، وكان من الممكن البناء عليها أكبر قدر ممكن من الوقت، ولكن أنا بتصور أن حماس لم تستثمر هذا الذي حققته بالموافقة السريعة. أي نعم، أو بالتأكيد يعني كانت هناك ضغوط سواء من مصر أو من قطر أو من غيرهما بناء على ضغوط أمريكية أصلا، إلا أن هذا الوضع كان يجب أن يطول أكثر من ذلك حتى يمكن استثمار ما حدث أو بعد سقوط كل هؤلاء الشهداء بمزيد من التنازلات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالقدس في حي الشيخ براح أو فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لأنه حتى لو هناك مستقبلا محادثات بين حماس والإسرائيليين، فأنا أتصور أنها كان لازم تبقى تحت ضغوط القصف وتحت هذا الضغط النفسي الذي عاشه ويعيشه الإسرائيليين الآن بعد أن اكتشفوا أنهم ليس هناك شبر في إسرائيل مأمن الآن ومستقبلا. بالتأكيد في المستقبل سوف تكون هناك سلاح حماس سوف يكون أفضل في المستقبل، من الممكن أن تكون هناك قبة حديدية لحماس أو الفلسطينيين. إسرائيل من الآن سوف يعني تحسب حسابات كثيرة جدا في المواجهات مع حماس، ولذلك احنا كنا أمام وضع يعني كنت أتمنى يعني أنه استثمر أكثر من ذلك. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني نحن ما زلنا نتحدث عن المقال وهو سيكون موجود على شاشتنا الآن، من يريد أن يقرأ المقال كاملا للأستاذ عبد الناصر سلامة الذي جاء تحت عنوان هل أخطأت حماس، هو على موقع الجزيرة مباشر على الإنترنت كاملا. يعني أنت كما فهمت حتى أنا من قراءاتي للمقال ومن كلامك الآن، كنت تريد من حماس أن تستمر في إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة، ألا تقبل بمسألة وقف إطلاق النار، لكن في الجانب الآخر هناك ما يقرب من 227 شهيدا، وهناك آلاف المنازل هدمت على أصحابها، وانقطاع تيار الكهرباء والمياه، يعني فعلا قطاع غزة بأكمله مكلوم حتى هذه اللحظة. فإلى أي مدى كان سيستطيع القطاع أن يتحمل كل هذه الضربات المؤلمة من جانب يعني القوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هو إذا يعني إذا كنت أستاذ أحمد عندك فيديو أو عندك صور لأي مواطن فلسطيني أبدى تضرره أو امتعاضه من ذلك الذي حدث، فريد أنك تعرضه. على العكس تماما، كان وقد شاهدنا صور عديدة وفيديوهات عديدة لمواطنين فلسطينيين هدمت أبراجهم وليس منازلهم فقط، ولكن وظهرت لهم صور مع الهدم وهم يبتسمون ويقولون فداء القدس وإلى آخره. الشعب الفلسطيني مختلف،
يعلم تماما أنه سوف ينتصر في النهاية، ويعلم تماما أنه صاحب قضية لا تنظر إلى الشعب الفلسطيني كما تنظر إلى الآخرين. نحن نتحدث عن شعب قال في القرآن إنه شعب الجبارين، نحن نتحدث عن شعب قال في الرسول عليه الصلاة والسلام الكثير، نحن نتحدث عن شعب على يقين بأنه صاحب قضية، العالم كله على يقين بأنه صاحب قضية، والشعب نفسه على يقين بأنه سينتصر. وإذا نظر وبأي حسابات إذا أخضعت هذا موضوع الفلسطينيين أو موضوع القضية الفلسطينية لأي حسابات، فبالتالي حماس كان لا يجب عليها أن تقذف إسرائيل بأي صواريخ أو أن تدخل معها في أي مواجهات، لأن أي حسابات ليست في صالح حماس، لأن الوضع بالنسبة للفلسطينيين وضع مختلف تماما. وبالحسابات اللي حضرتك بتتحدث عنها برضو، لو نظرنا إلى شعب زي ما قلت في مقال زي شعب الجزائر الذي دفع من ثروته البشرية 1.5 مليون شهيد في مقابل ربما عشرات ومئات الفرنسيين، إلا أنهم كان يجب أن ينتصروا في النهاية لأنهم أصحاب قضية حق. قضية التحرر لا ينظر إليها بهذا الشكل، لابد أن تكون هناك تضحية. وأنا أثق تماما أن القضية الفلسطينية الذي ضيعها من البداية طيب. هو دخول غير الفلسطينيين فيها. وأنت تتحدث الآن أستاذ عبد الناصر، نحن نعرض على النافذة بجوارك أثار يعني هجمة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 11 يوم، دمار شامل، بيوت مدمرة تماما، يعني هياكل خرسانية فقط، وحتى في بعض المناطق الأخرى الهياكل الخرسانية انهارت تماما كما رأينا في هدم بعض الأبراج الشروق والجلاء والذي كان يحوي بعض المراكز الصحفية ومراكز القنوات كالجزيرة والأسوشيتد بريس الأمريكية. حجم الدمار هائل، أكثر من 1700 منزل تم هدمهم تماما، العشرات والمئات من الشهداء والآلاف من المصابين حتى هذه اللحظة، الحصر حتى لم ينتهي كما نرى في هذه الصور. البعض متخوف في فكرة أن في النهاية، أنا لا أريد أن أقول المزايدة، لكن في النهاية هؤلاء أيضا بشر يتألمون مما نراه الآن. كان معنا منذ قليل شاب وإذ بأهل منزله جميعهم يموتون تحت الأنقاض إلا طفلة واحدة فقط، 8 أطفال وامرأتان ماتوا تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي. وبالتالي تحمل القطاع لأكثر من ذلك يعني مزيد من الدمار أستاذ عبد الناصر. فإلى أي مدى فكرة أن الناس تتحمل كل هذا العدوان الذي حدث عليهم وأن يتحملوا وأن يقفوا وراء المقاومة، وهل المقاومة قادرة حتى النهاية على الرد بالمثل وإلحاق الضرر أيضا بالاحتلال الإسرائيلي؟ هذه جميعها علامات استفهام أستاذ عبد الناصر. أولا على الجانب الآخر، الجانب الآخر لم يكن مرفها، الجانب الآخر بجانب القتلى، ويجب يعني أن نذكر في أن عدد الضحايا في الجانب الإسرائيلي ليس معلنا. إسرائيل دائما لا تعلن عدد ضحاياها بشفافية، فالجانب الآخر لديه ضحايا ولديه منازل مهدمة. الفارق الكبير هنا هو أن المعنويات مرتفعة جدا لدى الجانب الفلسطيني رغم الخسائر الأكبر، والمعنويات في الحضيض لدى الجانب الإسرائيلي. الفلسطينيون كان يمكن أن يستمروا بالفعل رغم كل هذه الخسائر، أما الإسرائيليون لا. لو كان هذا الوضع استمر أكثر من ذلك وفتحت المطارات، لكنت وجدت هبة إسرائيلية على المطارات للذهاب إلى من حيث جاءوا. جميع الإسرائيليين لديهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية، هم مع الضغوط لا يتحملون. أما على الجانب الآخر الفلسطينيين مع الضغوط يصمدون أكثر، ولأنهم يعلمون أنهم أصحاب قضية ويعلمون أنهم منتصرون. طيب أنا أنت أنهيت هذا المقال بكلمات أريد أن أقرأها للتعليق عليها أستاذ عبد الناصر. أنت في نهاية المقال قلت في كل الأحوال نحن على يقين بأن إرادة الله نافذة لا محالة، وهي أن دولة إسرائيل من وجهة نظرك ستنتهي وقد حان هلاكها بالخروج الجديد الذي سوف تشهده أجيالنا بإذن الله تعالى وعلى أيدي الشعب الفلسطيني ولا أحد غيره.
على أي أساس يعني استندت في هذا الكلام أو هذا يعني المخرجات النهائية؟ الإسرائيليون أكثر من أي شعب آخر وأكثر من غيرهم يعلمون أن دولتهم منتهية وأن دولتهم لها تاريخ، وهذا الموضوع في حد ذاته يجعلهم يعيشون حياة متوترة إلى أبعد حد. وفي يوم من الأيام نتنياهو نفسه تحدث في هذا الموضوع وقال نحن الآن دولة قوية يمكن أن تعيش حتى 100 سنة، وقال أن كل الدول الإسرائيلية في مقابل أو الكيانات الإسرائيلية أكثرها عاش 80 سنة، إلا أننا الآن نستطيع أن نعيش 100 سنة. هم يعلمون أن لهم موعد، عقيدتهم كذلك. فهذا الوضع يجعلهم يعيشون في توتر ولديهم هواجس كثيرة، يتعاملون مع الشعب الفلسطيني بحدة وبقوة لهذا السبب. نحن أمام حرب دينية أو أمام حرب عقائدية بالدرجة الأولى. الإسرائيليون يعرفون مداها، والغزاويون أو الفلسطينيون يعرفون مداها، ولذلك هم أكثر في التعامل مع بعضهم البعض. لذلك كنت أتمنى من الدول العربية والدول الإسلامية في مثل هذا الموقف أن تدعم الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح. لم يطلب منهم أحد أبداً أن يرسلوا قوات، وإرسال القوات فيما قبل ذلك هو الذي أودى بهذه القضية إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. هم في حاجة إلى دعم. بالتأكيد نحن أمام قادة سواء عرب أو إسلامي أو قادة الدول الإسلامية لم يصلوا إلى هذه المرحلة. هم في أوضاع مخلخلة في الداخل، لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك صراحة، أو لا يستطيعون أن يساعدوا الشعب الفلسطيني بهذا الشكل عسكريا بالشكل الذي نتمناه. ولكن أنا أتصور أن الأمور تأخذ المنحة انتهاء دولة إسرائيل. هي دولة نبت شيطاني في المنطقة، دولة أفسرت المنطقة، جعلت المنطقة تعيش في حروب كل هذه السنوات وكل هذه العقود. كان من المهم جدا أن تعي الدول العربية ذلك وتبني على ذلك وتساعد الفلسطينيين بدلا من الهرولة إلى التطبيع وهو الآخر. وما فعله الإسرائيليون في الفترة في الجولة الأخيرة من هذا العدوان الشرس على الشعب الفلسطيني كان أساسا يستند إلى أن هناك من الدول العربية من طبع ومن في طريقه إلى التطبيع، وتصورت إسرائيل أن القضية الفلسطينية قد انتهت بذلك. أنا أتصور أن أهم درس خرج منه نتنياهو وخرجت منه إسرائيل من هذه الجولة الأخيرة هو أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار بدون التفاهم مع الفلسطينيين، حتى لو عقدوا اتفاقيات مع كل الدول العربية. وعلى العكس تماما، لو عقدوا كل الاتفاقيات مع كل الدول العربية دون سلام مع الفلسطينيين أو دون أن يحصل الفلسطينيين على حقوقهم، فهم لن يكون هناك أمن ولا سلام على الإطلاق. فهم خرجوا بدروس مهمة جدا في هذا في في في, في هذا الموضوع. خرجوا بدروس وأنهم كل إسرائيل أصبحت تحت القصف من الآن وصاعدا. خرجوا بدروس إلى أنه الشعب الفلسطيني في الداخل في عرب 48 لا يستكين، ولم يستكن في يوم من الأيام. هو شعب فلسطيني بالدرجة الأولى حتى لو كان يحمل جواز سفر إسرائيلي. خرجوا بأن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة لم يخضع لأوسلو ولم يخضع لفتح ولم يخضع لمنظمة التحرير ولا العباس. هو في النهاية سوف يبحث عن إقامة دولته وسوف يبحث عن التحرير. أشكرك. خرجوا بأن في هناك شعب في غزة بالفعل هو شعب الجبارين لن يستكين ولن يستسلم. ويكفي أن نذكر أنهم خرجوا من غزة تحت قوة السلاح وتحت قوة المقاومة، لأنهم استقروا في الضفة الغربية تحت أسلو أو مع أسلو. فالإسرائيليون لا يرتدعون بسوى المواجهة المسلحة، لا يرتدعون لا بسلام ولا وضحت الفكرة أستاذ عبد الله. اتفاقية السلام اللي عملوها مع مصر كان لازم يسبقها حرب أكتوبر عشان يرتدعوا. فنحن مع عدو لا 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 يعني الطريق الوحيد لمواجهته هو ما حدث الآن في غزة. دعنا نترك شيء للمشاهدين ليقرؤوه في مقالك على الجزيرة مباشر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق.